السلام عليكم حبيباتي، انا جيت وجبت لكم واحد الحلوه ديال الكاوكاو، زوينه بزاف وكتذوب في الفم صراحه. ما شهيتكم فيها، بغيتكم تجربوها ان شاء الله وتردوا عليا في صندوق الوصف. انا بعد عجبتني وكتجي لذيذه. على بركه الله كنحتاج 4 الزبده، زلافه ديال الكاوكاو مفرشش، 4 الفرماجات، كيس ديال الفاني، خمارة الحلوى، كاس ديال سكر كلاصي حيت ما كنبغيش انا الحلاوه بزاف، كاس ونص ديال الزيت، شويه الملحه والدقيق حسب الخليط، كنضيفو سكر كلاصي وكندمجوها مزيان. وخاص الزبده تكون في درجه المطبخ، ما تكونش في الثلاجه باش تكون رطبه شويه، ما تكونش قاسحه. وكنضيفو 4 الفرماجات، ندمجوهم مزيان مع الخليط ديالنا. الحلوة كتجي لذيذة، فيها الفرماج وفيها الكاوكاو. وكنضيف فاني وشوية الملح وكاس ديال الزيت وكنبقى نخلط الكل. كنضيف داك نص كاس ديال الزيت وزلافة ديال الكاوكاو وخمارة، وسنبقى نضيف دقيق شوية بشوية. وهي العجينة اتجمعات، وكنوجد الطاوه ديالي كندهنها بشويه زيت. العجينه كنديرها كويرات، من بعد كنشكلها على شكل هلال وكنحطها في الطاوه. هي من بعد ما طابت خرجها من الفران، كتاخد اللون ذهبي شويه وصافي، كتقبط راسها. ندوزو للتزيين، كله كيفاش كيزين بطريقته. انا كنزين بهذه الطريقه هذه بالشوكولاته. من بعد كندردر كاوكاو اللي بقى لينا، كندردرو فوق الشوكولات. انا فضلت هذه الطريقه، وانتم شوفوا كيفاش الطريقه اللي بغيتو وذوقوا بها وشكل كيفاش كنحصلوا عليه. وداكشي اللي شاط ليا ديال الكوك وكاوكاو والشوكولات، درتهم في كويرات وعلى هذا الشكل هذا، وحطيتهم ذوقت بهم الطبسيل. وبصحتكم وراحتكم، نتمنىكم تعجبكم هذه الحلوه وديروا لي ابوني وتبارطاجيو مع الناس، بالخصوص اللي درتو فيها الشوكولاط، غتعجب الولاد الصغار بزاف. وكنصحكم ديروها في الثلاجة باش تبقى قابضة راسها، حيت الشوكولاط غير كيدوب، هي باش تبقى شادة راسها في الثلاجة. وبصحة وراحة.